أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أمانك الكوت ما لو بو شرطة، يعني بو تعليقي حصولي مضموني جزايا لسن حصولي مضموني شرطة كبشيوي فرص لماضية مع القطع بانتفاء شرط، يعني أما لكل لمثل كامل ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، أو كوت ما انتفاء جزاكش اللي ولا جادوي أو ماذا موابي، فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها. بس بو قرارة كأجر لو بو شرط بلا مضي الماضية دو شغل لازم دي يكيق عدم ثبوت، شون كيموت من مع القطع بانتفاء الشرطي أها، فيلزم انتفاء الجزائي شاكر هم لازم دي شي عدم ثبوت لازم دي، وهم مضي لازم دي في جملتيها. عدم ثبوت يعني جملة اسمية نيتر آه، وأم جارة جملة كي أبي جملة فعلية أبي جملة دوائي لهو بلام لبروكوت ما في الماضي لازم دي ماضي بون بو هردو جملة فعلية كات شأو جملة كأبي بشر وشأو جملة كأبي بجزا بو جاء أبي عدم ثبوت ببليلة، إذ الثبوت ينافي التعليقة، شن كالثبوت لقال تعقيد تعليق دجايتي هيك توشرتك يجي ولا تعليقي مثلا ملموني جزايا لسر ملموني شرتك، والاستقبال ايش ينافي بعد اذ ثبوتو، يعني اذ الاستقبال كوتمان مثلا في الماضي منود، والاستقبال ينافي المضيه استقبال منافاتي لقل مازيتيها، فلا يعدل في جملتها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتتين. فس عدول ناكري لدو جملك على فعلية ماضوية، يعني يكب أشي فعلية بنها ركيان وأشي فعلي ناو جملة فعلية كش ماضي بن لما عدول ناكري مقر لبر نكتيك، يعني أقل نكتيك يا بلدو باسي واكا رنقا جالي وهي لبر نكتيك تو فعلك بمستقبل بياني مثلا، يعني مثلا جملة كجملة اسمية بيبتايبة لجزاء. ومذهب المبردي أنها تستعمل في المستقبل استعمال إن مذهب مبرد لسر أويك أو لو لمستقبل شابكال بريد دروس وكو بكال هناني إني شرطية بلان آية هي واقع الوق مبرد في وياه بلان علي، وهو مع قلته ثابت أولا لقلوي كزور كما ثابتة نحو قوله عليه الصلاة والسلام وكفر بديه في غمبر درودي قائل سربيه نمونيه يكيك لو نمونانا أميه أطلب العلم ولو بالصين، يعني شويني زاني هريكاون بالا تشيني شابي، خب شويني بالا تشيني شابي يعني بالا تشينيش بداز بيه بو آيانديه هو ونيا، يعني ولو ثبت العلم بالصيني كتيارا ووكو شرطيه وعيه، يعني ووكو إني شرطيه وعيه شنك هو معنى مازين هذا. يا مثلا حديث يتلاه فرميتي فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، وباسي أواكا لحديثك أمجاكا ولا أواكا معمولا بامنالطان ببي باسي أواكا بس أبقى جنتان هنا جني بيرن كجنك منالي أبي شنك من شانازي أكم بسر أمتكاني بإيو شانازي أكم بسر أمتكاني تيلا روج قيامته باتناند بسيقتيج به، يعني بمناري لبارشو كجنيكي بس ايه ومناري لبارشو امانا ابا وش تنانه شانازك ولو بسيقتي، خب اقر بسيقتيك وشانازي اكا او يجربو مستقبل ابي هرشان او امشتك يلا او حديث او لك كالي اطلبوا العلم ولو بالصيني شاكا او ابن حبان لا اصل له، يعني أصلاً أبو حديث سكنية ولي بار حروة مشهورة هي، يعني مشهور من ذلك لسر دم زورة وتري جاء فدخولها على المضارعي، إن جاء أقل حق وابي مثلاً جملة كي
فعلي مازي بيه يعني حقوقك لو بشي لسر مازي اقا جاري واهيت وبيني لسر مضارعة او داخل بونك الى سر مضارع لبر نكتيك ويعرف دخولها على المضارعين داخل بوني لو بسر مضارع في نحو واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم اي لوقعتم في جهد ولكن ولقصد لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا ونكتا كيف داخل بوني لولا سلم الله عليه لم آيات بيروزاكا فرمي بزان بيقمان لناو ايوالا بيغمبري خواهيا درود خواهي لسلبي جاو بيغمبري خواهيا لو يطيعكم اگر مثلا بردوام إطاعي إيوي كردائي يعني شوين إيوي كوتائي لبريارة كانا أو في كثير من الأمر لبشكي زور لكارو بارا إيوي لعنيتم توشي عنات أبون يعني الرنجو زحمد أبون يعني شي أي لوقعتم في جهد وهلاكين يعني إيوي كوتنا ناو جهد ناو جهد والبتا في جهد وهلاكين أكوتنا ناو جهد وجهد من أين مشاقته باشا يعني أكوتنا ناو سختية وأكوتنا ناو هلاكة ويعني لبينشون واعتزلت أنت يا أكرد ما بس لواي لآيتك أويا ونبي في غمبر درودي خوالي لسربي هر إطاعي أواني نكر بل كل كثير يقل أمر إطاعي يعني نكردوا إنا لزورش تشابق سشي كردون باشا كواتلي لدى لو يطيعكم يعني مساء قال لو كان نبي أو بيو بقى بمثبت اللي بدينه يعني بردوام بيغمبر إطاعي إيوه يكردوا شاكا يعني بردوام أجر بيغمبر إطاعي إيوه يكرداه يعني شي يعني بردوام بيغمبر إطاعي نكردون يعني أو عدم إطاعي دريشخا وأجر بدريشخا يعني إطاعي كرداهات شنو أجر نلين مثلا بدريشخا يعني بيغمبر ناوى ناوى إطاعي كردون أو حالوي بس أنا زوجتا فرسي فيها كردون حتى جالي وابو إلا رأي خوي فشيمان وابو الرأي أواني قبول كردوا أوا جايسة كان يبو شي بمضاد بس بوني فرموه لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم ولا لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا لبر أوا باشا قصدي أبيبو خواي فروردقار يا أو قصدك راوك فعلك يعني فعل إطاعة دريجيبوه لرابردوه وقتا فوقتا كاد لدواي كات يعني مستمر أو نفي فعل دريجيبوه ويري والفعل هو الإطاعة أو فعليك قصدي استمرارك كراوة إطاعة يعني أن امتناع عنتكم يعني أماك إيوه عن التانية شي عنت نبوين بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم بهوي أوابوك استمرار في غنبر دلودي خوالة سبيل الله صلى الله عليه وسلم وممتنع بوا جاء باشا شون بو أو استمرار لكو هنا رف إن المضارع يفيد الاستمرار شونك مضارعك إفادة استمرارك وهتا استمرارك يعني مضارعك جاك مضارعك أربطة من حشر ولا عنية يعني ببي مقامي يعني استمرار يعني ودخول لو عليه وداخل بوني لو كان سري يفيد امتناع الاستمرار مفيد امتناع استمرار كابي فسكوات واج يعني على أماك إيوة مثلا عنت عن تجنبون نكوتو نتناو عنتوا بهوي أواب وكفي غمر دودي خال سري امتناع كردوا لاستمرار إطاعتي إيوة لاستمرار ما نولا سري إطاعي إيوة ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة وأشكره هل أو فعليك لوائما للسياق مثلا خدي إطاعك نبي امتناع إطاعك به يعني أم امتناع إطاعي مستمر بوا يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه من إطاعتكم أشكر أولي دينه يعني امتناع عنتي إيوه كوا مثلا إيوة توشي أو رنجو هلاكو نار راحت ينبون بسبب أو بوك امتناع أو لإطاعي إيوة مستمر بوا لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوتي
شكوكو شو المضارع مثبت مفيد استمرار الثبوت به يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي جائزة كوان منفي كش مفيد استمرار نفي كبه والداخل عليه لو وأوشك لو لسري أو بياني أو فعل إبراهيم لو هال سري يفيد استمرار الامتناع مفيد استمرار الامتناع كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه. هل كتشون مثلا جملة إسمية أقم مثبت به مفيد تأكيد ثبوته ودوام ثبوته والمنفية يعني كما أن الجملة الإسمية المنفية تفيد تأكيد النفي ودوامه لا نفي التأكيد والدوام. يعني مثلا مثلا جملة إسمية آخر بره أجر جملة إسمية كمثبتة مفيد تأكيده تأكيد ثبوته دي أجر منفي شيء هو أجر منفي بو نفي تأكيدك ناكا نفي دوامك ناكا بلكو تأكيد نفيك أجياني دوامي نفيك أجياني دي اللي ليش على وك أجر وقتك فعلك يعني فعل مضارعك أجر خوي مثبت به استمرار ثبوتك يعني بهوي لوك وفعل مضارعك وتمنفي دي أمر استمرار نفيك يعني وكوشي أوي مثلا جملة اسمية منفي من ببه كأو جملة اسمية منفية مفيد تأكيد نفيك ودوامك به ولا مفيد نفي تأكيد ونفي دوام نبي كقول تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم آمنا مثلا كافر كان أون أري أوني أري ومن الناس من يقول آمنا باشا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين على وان إيمان يعني خب وما هم بمؤمنين أو بيا بو تأكيد نفيك يا لواهية آخر مثلا قبل هم مؤمنون يعني استمرار الثبوت يعني هي لسر إيمان وهي أو ثبوت الدوام ثبوت يعني هي دوام يعني هي لسر إيمان و أو جملة اسمية تأكيدية يعني تأكيدي أو ثبوت دوامك بلا مثال عليه وما هم بمؤمنين يعني أوان إيمان يعني جملة اسمية منفية حالبي شيء يعني مفيد تأكيد نفيك يعني أماك مثلا نفي إيمان اللي يبوتوا يعني بتأكيد إيمان لوان منتفية وبتأكيد دوام إيمان لوان منتفية تعذب بيش كبيبي بؤمنين أوش تأكيد نفيك كرد ردا لقولهم آمنا على أبلغ وجه وآكده أو ردك رياته ولا سر بليغترين وبهيسترين وجه بعض أما أو بعض كما في قوله تعالى وكل قوله تعالى كفرمي الله يستهزئ بهم وبو جملة اسمية مثبتة كيه حيث لم يقل الله مستهزئ يعني خبرك من جملة فعلية الله مستهزئ به من فرمو قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا لبرو أخوة أيبر وردقار قصدي أويب وكا أو استهزائك لواهيا متجددة وقتا فوقتا درياجيها درياج خعيانة استهزاء ولي أقر بجملة اسمية بيوتا الله مستهزئ ثبوتي أجيان أو تجددين أجيان أمجر ودخولها على المضارعي وداخل بوني لو سلس المضارع في نحوي ولو ترى أم في نحوي ولو ترايا عطف بوصر في أو آتك فدخولها على المضارعي في نحوي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أم جواد فدخولها على المضارع في نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني قالوا جور شوراناك لو لدوايا وفعل مضارعات وكلوا مثلا بأمور قيامته لأمور قيامته معمولا مثلا شيء مضارع بكار ببري حقي خوي مضارعة بلا مختك حقي خوي مضارعة بلا مزور جاري وهي مازي بكار أبري لبر تحقق وقوع بلا لدواي لو كمناسب لقل مازيا كأجر مازي بكار نبرا وملارع بكار براشي علي داخل بوني لو كلسر ملارع لما نندي ولو ترى
كديار ولا ترك الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام أو لكل من تتأتى منه الرؤية هركز رؤيتي لدز به يعني أجر أبيني جاتشن لوك مثلا بلين فعل ملارعك معنى ما زلتني أجر بب أجر أبيني إذ وقفوا على النار أو كاتيك أوان را أجيرين بسر أورا أي أروها يعني أور يعني شان ددري وقيفو جاء يعني ماذا وقف قبع على تجاوز كجاري وهي معنى أوادا معنى علم اطلاع دا أي أروها يعني أجر أوركا يعني في أناس ينري يعني تي أجي ينرين لأوركا شاكا يتجد ذاكي محذوفة حتى يعينوها يعني نشان ندري بو أي بتشاو بيبينن أو أطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم يا منزور بوقيفو يعني أطلعوا وتا أطلعوا عليها إطلاعا يعني بسر أوركا وراء جيرين وهي تحتهم حال حال أوركا لا يخواروا يا نويا يعني لسلي واري أوركا وآوا نشان يا ندن بلو خوار لسلي ويسن الله ها تفكرها لا يخوار وهايا أو أدخلوها نا أو أدخلوها أو أدخلوها ما زي مجهولة يا وقت يكد داخلنا أو الكران يعني وقفوا منا أدخلوا فعرفوا مقدار عذابها وقت مقدار عذابك كان ناسي جوابي لو كانك وجواب لو محذوف أي لن رأيت أمرا فظيعا يعني أمرك يزور بشدة خطرناك بيني وكات باش بو أو ليواب وشي مثلا لو كاتش وتسال مضارع ولا لتنزيله اي المضارع منزلة الماضي بويا مضارع كمان لجي ما زيدانا بويا مضارع كمان لدوي لودانا شنك او مضارع ما نازل منزل ماضي كردوا يعني وق ماضي حسين من بكره وكو لو رايته باش شلون مضارع لجي ماضي داني ولا لصدوره اي المضارع او الكلام عمن لا خلاف في اخباره شنك مضارعك يا بغين كلامك صادر بو لكسك كخلاف لإخبار يانية جاء أقر أو كس خلاف لإخبار يانية بيه باشا بس مستقبل بلاي أوك ومازي واي كواتر يوانية كمضارعك لجي مازي كدان راوة أها بالي مضارع من وق مازي حاسي وكردوها كبو قيامتيشا بوشي مثلا إما هاتوين مازي كمان لجي ملارعة كمان لجي مازي كداناوة چونك أم ملارعة صادر بو ولا كسيكو كخلاف لخبر داني يعني الجابة بذن فهذه الحالة إنما هي في القيامة يعني أم حالتك باسي أكام آية لقيامتها قيامتي جشتعناتوا لكنها جعلت بمنزلة المال المتحقق بلام أم حالتك يضرا بمنزلة مالية كتحقق بأكل بوزرابي فاستعمل فيها لو باش وإذ فاز بكار بريا لو لوكا ولو ترى ام جال دوا ولو اذ وقفوا اذ بكار المختصتان بالماضي كتابت بمازين لكن عدل عن لفظ الماضي برام لا دريا للفظ الماضي ولم يقل يا ولم يقل ولو رايت ولو رايت نوتيا اشاره الى انه كلام من لا خلاف في اخباره والمستقبل عنده بمنزله الماضي في تحقق الوقوع إشارة بولاي أوا كأما كلامي خوايا كلامي خوايا كسيك لأخباري أوا خلافني كسيك لأخباري أوا خلافني أما كلامي أوا ومستقبلي بلاي أوا وكو لجي مازية لتيا لتحقق وقوع يعني كواتا ليوالا مازية كي لجي ملارعة كي لجي مالي داناوا كمضارع كيل جاي مالي دانواني إشارة ولا أقل يرى مازي جبوايا باشا دي بالي مازي جبوايا بويا مازي ليرى شنك مثلا بويا مازي بيان قري يعني مازي كبيان قري أمريكا كلا مستقبل الرؤداء حالبي لبر أوانيا كلا فعلك منا مستقبل بي بل كلا بر أوياك معمولا تنيا فعل كواكينا كأم جريان لا عين دار وأدا برابا ما كان دواي لو يلو كي هنا وكلو حتى مضارع عجب معنا كي كاتب مازي لبرا شون كا مثلا بو تحقق وقوعه واتا اويك قرار الروب دا
تو بزن روی داو و هاتو بسرا شكرا كسيكو صادر بوا خلاف الخبر داني يعني. فهذا الأمر مستقبل باشا أم أمر مستقبل لتحققها إلا لهات نجا بعض لا لواك بيت جي مثلا لا وتحقق كي مستقبله أما معلن بحسب التأويل ولا ببي تأويل أو تأويلك كردمان ما هزية كأنه قيل وقوتلا قد انقضى هذا الأمر يعني أم أمرك وزلاوة يا بربوة لكنك ما رأيته بلا ندبيني ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا أقرب بنيا مثلا أمرك خراب الدبيني كما عدل عن المال إلى المضارع هل وقعدوا الكريا لمازي وبلا مضارع في ربما يود الذين كفروا آخر بس آياتك يا الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني زوج جالبيان خوشة بيبا وركان شيان في خوشة يعني مثلا أو يودوا بلا مازي بيو مضارع لجيكا داني شيان في خوشة للرابر دواء وان في خوشة كأقر مسلمان بونايا لتنزيله منزلة الماضي شنك مثلا أو مضارع نازو مظلم عريك راولي صدوره عمن لا خلاف في إخباره في إخباره لو كصادر بو ولا كسيك وكخلاف لإخبار أوانية وإنما كان الأصل ها هنا هو الماضية يعني أصل راشا معزي بوهي بولي أنه قد التزم ابن السراج وأبو علي في الإلاح أن الفعل الواقع بعد الربة المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيا شك أوانوانو تولى كتاب إلاحة كفعل واقع بين دوان الربا وكالربا كمكفوف كرياوي بما أخر الربا ممنوع كريل عمل كعمل حرف جر بشي ما يكافي به أنري بس يجب أن يكون ماضيا فعل كمالي به ديك جيت مشاكل لواه ملاعات هو لأنها للتقليل في المالي شنك الربا بو تقليل لا مالي أنا لا مستقبل ده ومعنى التقليل ها هنا معنى تقليل أويل رداء أنه تدهشهم أهوال القيامة يعني أهوال الروج قيامة أوان سرقردانك فيبهتون يعني حيران ابن فإن وجدت منهم إفاقة ما أجر إفاقة ما يكيان تيادس كوي تمنوا ذلك تمني بوني مسلمانة إخوانك لدنيا جاء ويا برحل معناه تقل لك الربا ما يود الذين يعني بكمي بكمي يعني وكبري جار جارة بيبا وركان أواد للمسلمانة إخوان إخوازن جات مشاكل أو معناه مستقبلة بلامت مشاكل أشياء ما زيب وجاء ما زيج بوايه توم هناك أواي معناه كيتو أو أخته شن باسي ما زك التحقق وقوعك إياه أوي معناه كيتوا عليه بكمي أوان أواتيان خواست يعني حزيان كرت ناري حز أكن حزيان كربيبا وركان باشا حزيان ذكرت أوين للرابردو حزيان أكر كمسلمان بناية دي حزيان أكر كمسلم خوشت ناتو أو كذا برام لبرخات التحقق وقوعك بما زيهاتو كواتئس كاني أو يودوا كالدواي ربما وقراري قلتوا هل نجي ما زيد عنه أو بلا متنها أو يجي عنده مستقبل لك فائدة كي أويا كبه ما نبلي أم واقع جريانا لا آيان دا الرؤادة باشا أي باشا أقول لا آيان دا ولي بافتي جملة كوادا الرجاوة كمثلا شمالي الإرابي بوني مالية كلا برخاتي تحقق وقوعك يعني بونك لبر أويا لإخباري كسيك دايك خلاف لإخباري أوانية وقيل لنا ولا تكسير يعني هي مستعارة للتكثير أقل بو تكسير يعني زور جار أو آوات أخوازن آوة يعني آوات كان زور يعني هم شهر أو آلين ولو يتري أنا أواق يعني مثلا كمتر أو نعذاب وسزايا لسراء بيريا ناك بيتوكا او اوات بلان اقر افاقيك وچاني مثلا هل يكيان مبرخصي خير او اواتا اخوازن او للتحقيقي يا بو تحقيقي يعني بحقيقة دوايا يعني مثلا ربك باستعارة والقليا بو تحقيق نقبلي مثلا او
بو تقليل يا بو تكسير بكان نبري بلكو بحقوكو بليب حقيقة دوايا. ومفعول يود محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه، يعني يود مثلا إسلامهم آوة حزي على كلمة إسلامهم في الماضي مثلا لدلالة لو كانوا مسلمين عليه، ولو للتمني لو كجني خوزيا بو تمنية حكاية لودادتهم، يا لودادتهم حكايتي أو خوش خوشويستني أوانا أكا خوشويستني يعني بو بو أويكا بلين خوشويستني أوانا بو مسلمان بوني خويا، يعني حزل مسلمان بوني خويا أنا كان كلا دنيا مثلا مسلمان بوناي. وأما على الرأي من جعل اللو التي للتمني حرفا مصدريا، أما لسر رأي أوكا سيكا اللوي أو لويك بو تمنيك بحرفك مصدري، فمفعول يوده وقوله لو كانوا مسلمين، يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا، يعني كونهم مسلمين أو أختا أو لو كانوا مسلمين، بس ليكوا أبيت مفعول بو يودوك. يا لبر أويا ملارع لجي مالي دانري أو لاستحضار الصورة، يا لبر أويا قركتي استحضار صورتك، يعني أو صورتك لا مثلا ما زياب و اي سبيل تبرز لمتكلم، هو عطف على قولي لتنزيله وتنزيل مضارع كلاب منزل ماضي، يعني ان العدول الى المضارع في نحو ولو ترى اما لما ذكر كوتمان واما لاستحضار صوره الرؤيه الكافرين، يا لبر استحضار صوره بينيني كافركانا كافركاشتك ابين كحاليا وموقوفين على النار لسر أولك الراجي لاون بوأوي، لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد، شنك مضارع خوي لو شتاني كدرا ذكر أو حال حاضري كشأن وايا مشاهدة كري كأنه يستحضر بلفظ المضارع، يا كأنه أري يستحضر يعني خوي تعالى يا متكلم بلفظ مضارعك استحضارك تلك الصورة أو صورة ليشاهدها السامعون. بو أوي مثلا أواني كجوا بيس أبن مشاهديك يعني خوان وكبلي بيه النبر زري خوان، ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته، يا يعني يهتم بمشاهدته وأو كارج ناكر إلى لأمر يكي مهم أنا وك جرنجاتي بمشاهدي بدري إسأل بر غرابات بيا لبر فزاعات بيا لبر نحوي أوبه، كما قال الله تعالى فتثير سحابا كباسي لو جنية بلفظ ملاريه نأتي لدواء خولي خوي خولي خوي تعالى كفرمي، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، يعني خوي قولة أويك باكان أن يريه جاء أم جاء أشياء بافتي عبارتك وأشياء بفرمويه فأثارت سحابا، يعني باكاني ناردوا أو بيانج هوريان هلقرتوا، يعني هوريان بالباكردوا هورك يخلنا نروي عاسمان وبارانك كتيبة ملارعيه يعني فتثيره شاكا، يعني كأنما أويك للرابر دوا بيني وتوامانا استحضاري كبيرا برنزري خود وبزان آئسية آو أو بوشي وايكر دوا خواي قورا أو تثير سحابنا استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة، لبرو متكلم استحضاري أو صورة بك يعني متكلم كخوايا داخواز أكا لمخاطبك عني كأو صورة بديعي كدلات لسر قدرة ديارو برشاوي خواي فروردقار أو قدرة غالبة أو قدرة بيان برش أو صورتي كدالبر أو قدرة قاهرة أو صورة بيان برشاوي وبزان آئسة، يعني صورة إثارة السحاب كحال سحابك وايا مسخرا بين السماء والأرض لبين أسمان زويا مسخر بون وساون أو على الكيفيات المخصوصة لسرع تايبة من ديانك أو شونية ديانك تايبة هورك الكيفيات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة ولسرع أو آلو قرانك جيواز مثلا آلو قري جيواز يعني تيادري بريتها جمونا وتنونا كوبارانيا يعني لأباري وأمان أو آلو قركان كبسر يعني جائسة أملي رأى هاتي نسر تنكيره مسندي توليه، وأما تنكره أي تنكر المسندي بوين مثلا مسند بنكير أهيانين فلإرادة عدم الحصر
لبر أويا كإرادة عدم حصر معني لا معني مثلا حصري مسند إليك كين لمسندك والعهد الدال عليه ما التعريف وهروها لبر إرادة عهديشة كصفتي عدم حصر كو عهدك هر دكان وهاي تعريف دلالتك على سريان يعني أقرب معرفة بيني حصر جيني وعهد جيني يا مبوي بنكير جيني أو دوانا جيني كقوليك زيد كاتب بنكير مصدقنا عمرو شاعر بنكير أو للتفخيم يا لبر تفخيم وكو هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه أجر هدى حالنا به مسند به باشا يعني أو بويا بنكير هنا مانا هتا وكو عزمت جين يعني مثلا وكو بلاي هاديا عظيما للمتقين هذه كيف أو أبو تفخيم بناء على أنه خبر مبتدئ محذوف بناء سلوك خبر مبتدئ محذوف أو خبر ذلك الكتاب كلا والله برحل بناء سلوك خبر بيت شاهد إما أين أجر لبافتي عبارة كعبي كان بحال شاهد إيمانية أو لتحقيري أو تحال نوع مسند تيا نوع مسند تيا بلام ديار قصي إما لسر ويا كعبي بخبر يا يعني أبو تحقيري وكم ما زيد شيئا بويا نكيره يعني كان نكيرك تنكيرك مفيد تحقير به زيد شتي أغنية وأما تخصيص وأما أجا تخصيص نكيرك بين المسند نكيرك بالإضافة بوك إزافيكين وكبلن زيد غلام رجل أو الوصفي أبا وصف وكو زيد رجل عالم أو لبرشي فلتكون الفائدة أتم تاوكو فائدك كامل تربية لما مرة لبرويك تيبر من أن زيادة الخصوصي أجر مثلا زيادة خصوصيتك ببيع توجب أتمية الفائدة وأجينك فائدك كامل تربية جادوا أيوة فرمي واعلم أن باش واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح توبزانا أمكل مثلا معمولات مسند أخي مسند خيوك خبر به إذا خبرك فعل يا اسم فاعل معمولي هيا أو معوك حال نحو حال بيكن ولا أول بلين مقيدة آخر مثلا بلين ولا مسند كمان مقيد بو بحالك وبتميزك بيجيش بيجي مقيد أجي مقيدات يا مقيد واتفع لك تقيدك كشي لو لأو مثلا بوصف بإضافة علي مخصص بوشي أو ناو أنا جوازيها علي ولا تنيا مجرد إصلاحة إنا لا أصلا أكري أوي كوا مقيدة مخصص به أوي مخصصة مقيد يشبه مقيد يشبه مشكل مية وقيل نورا لأن تخصيص عبارة عن نقص الشيوعي تخصيص عبارة لا هل وشاند نوي الشيوع يعني عمومية دلابي ولا شيوع للفعل فعل خوي شيوعي نية لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم تنهى دلالتك على سر مجرد مفهوم بويا في الله مقيد تخصيص بويا بكار نابل والحال تفيده والحال تقيده بلام حال دينيشيك فعل مقيدك أنك تخصصه ولو الوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع جالبا ووصف لاسمك كشيوعي تيايا فيخصصه أو تخصيصيك ولو فيه نظر عربي أما جيك نظر ساسرميان إنها تشنك أو فرق فرقك اعتباري يشتكي وانيا بالي جاء عليه وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة والوصف أما أماك يا مدينين ترك تخصيص مسندكين يعني مقيد بإزافيناكين ومقيد بوصفيناكين تخصيصنا فظاهر مما سبق أو ظاهر أبي لما سبق يعني أزانيك علة كيشية لشيء في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة لبروك أم لوبروتو مانا تقييد مسند ترككين لبر مانعك لتربية فائدة آخر مثلا تقييد مسند وتربية فائدة لشوينك أجر مانع لتربية فائدة بو تو ترك تقييد مسندك بس أول واشا كأجر ترك تخصيصك عشمان كر هل بوشيه لمانع من تربية الفائدة تواني أواب وأما تعريفه باب يسين ديره توفقوا بالشرط.